ما هنتش برضو على النوجة. السلام عليكم. يا جلال علي. قاعدة. طبع راسي. عم باو. ازاي؟ ليه؟ كل أسدومة. أيوة أخ. أسدومة. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أسدومة؟ أنا اللي أسدومة. أنا تقف الفرامل والدربليات. مية مية يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك. وقفنا اهو. واضرب فرامل والدربليات في الحتة دي. في الحتة دي. هي دي التجربة يعني؟ أه. ماشي أنا جاي لك أهو الوقت. الله ينور يا استدومه، بس انا بقى مش عايزه تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دخت يا أستاذ والله عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود يا ليلة سودة. أنت وبعدين؟ والفلوس اللي إحنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب ما نعمل إيه يا ريس؟ أنا دخت، أنا جايب حتى رحت أجلت بابا أهو عشان أي حد يطلع. يخرب بيتك. أنا عندي فكرة يا أستاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلالة قدرك وتترافع. وأنا الحاجة للمحامين دول خالص. ولأن وشك كده؟ ماله؟ انت جيت بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا انت، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين بال وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج مين المحامي يا شيخ افندي؟ المحامي في الـ في الـ في الكبينيه. في الكبينيه؟ في الكبينيه يعني، هو في الكبينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله. براءه ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي بقول لك يا متر، ما تقوم تترفع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. اه ندعو على القضيه. ايوه حاضر. ما انا عارف ندعو على القضيه. والمصحف سمعت خشبت العظم والنبي سمعت. ما قمت تترفع. يخرب بيت الدفاع. الدفاع يتفضل. قوم فز سيد الرئيس. سيد الرئيس، حضرات الساده المستغربين، أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا أشرف. هتلاقي أبويا أبويا أبويا. اجري يا أشرف. خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ بس بقى بس بقى مش مت 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 في الموبايل مت 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 زعلان يعني؟ مت 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 زعلان. خلاص يا راجل مش زعلان. يا بنت والله شكلك زعلانه. مش زعلانه يا بنت. يوه
دي بقى عاملة ايه؟ كويس. لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس. عدس؟ والله العظيم عدس؟ تصدقني كانت نفسي رايحة له. احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس، ده احنا لسه واكلينه من ساعتين. ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هياكل كل حاجه فيكم عطيله صف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا والشيف ورو شكلهم حلو شكلهم حلو ربنا كان هو كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح انا بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد؟ وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزة واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص العيب مش فيك. امال فيك؟ ولا العيب فيك؟ امال العيب فيك؟ الحقيقة انت سليم وهي سليمة. بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف. وانت إذا اتجوزت واحدة تانية تخلف. إنما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لأن ايه ما نخلفش؟ أمال عن بيض؟ ده رأي الطب نو هو مفيش أمل الله إنك إذا كان الرجل ده أساساً مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عياد بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايزه عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيله نوجة يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض